اسمح لي. لا ماشي ماشي. ما كيعرفش اش دوزتي على الوالد ملي جيت نعاود ليه، راه هذيك السنه ما يقولهاش لك. خرج عليا من هنا واخر مره باقا تجي. راه طولات ماشي قربات، كان علاه تجي شحال هادي. شوفي الله يرضي عليك، احسن مرا في العالم، حتى احسن نسيب في العالم. الله يحفظك ليا، الله يخليك ليا. امين امين امين. وكفرك رجلك ان شاء الله يا ربي. امين. شوفي انا كما قلت لك، الله ما يخصك معايا خير. عارفه اللي كاين وليدي، نهار مرضتي وانا نوال. شوفي ما ديش على وليدات، وليدات كاين الله، كاين الله كاين الحمد لله. ما حسيتش بالوالدين هما، ما حسيتش بالوالد. شوفي انا راه حطك في الصالون ياك، ايوه نحطك ونمشي نجيب لك شويه بتيبان ونجيب لك دانون ديالك. لا ما تعذب براسك اوليدي، هادي الصباح هذا درك عرفاني كل صباح كندير معاك هادشي. عارفه اللي كاين عزيزه وغالي، الله يحفظك اوليدي. الله يخطيك. انا غنحطك ليه الصالون، توليدي اللي ما ولدتوش ليا كرشي. بقا يجيب لي الهضره هادي، انا غنحطك ليه شعلك التلفازه بما فيها خالد وفاطمه الزهراء وفاطمه وتا نجيب لي شويه تلفزيون. واخا اش باغي الثلاجه؟ يلاه عاد مسحتها شويه فاطمه الزهراء. عندك علاش غادي تكون قبيله؟ فين هو كلتها واحد قبيله وبغيت نوكلها واحد اخونا زين. صايبت به كيكه وراه جبتو ماماك فاطمه الزهراء. ماماك مسكين راه كتشرب الدواء، راه عندها كل ساعتين خاصها تشرب الدواء. انت قلتيها امي انا ماشي امك انت، دخل سوق راسك تاكل ما تاكلش، نوكلها ما نوكلهاش، داكشي ديالي انا وياه. سبحان الله العظيم كيما كنقول لك الله يفهمك، راه هي اللي كاينه حق الله القاسم. لا انت هذيك خوك خارجين عليها، بعد هذيك مالين بعدا كتجي تفوج عليها شويه. خويا دخل سوق راسك، بيني وبينها مونا حنا نتعاملوا معاها كما بغينا، انت غانسيتك بقى بعيد اخويا. دخل سوق راسك اسم محمد. شوف الرضا راه فيه وفيه ياك، وانا اللي درت شي حاجه درتها لله في سبيل الله. اول حاجه حسنتي مرتي وهي نسيبتي، خصني نتعامل معاها مزيان، وانت امك خصك تعاملي معاها. منين انت باغي اخويا الاجر؟ ودي الاجر في راسك وهني راسك، ما طلبنا منك حتى شي حاجه. شوف اسكت، حنا قادين بمنا حتى نهار نتجداو لك السي محمد، وديك الساعه قول لينا هاد الهضره ديالك. مالينا بغيت نقول لك شي هضره ولكن حشمان. شنو هي هاد الهضره خويا؟ الصباح ملي دخلت ماما في الطواليت وبقيت كنتسناها وخرجتها شميت فيها واحد الريحه شد العراق، وهاديك الشيء راك عارفه. بغيتك تعومها. نعاونها ولا نجيب شي مرة نخلصها وتعاونها؟ خويا راه ديك السيمانة ديتها للحمام، واش أنا غنبقى مسالية عليها نضيع صحتي عليها؟ هي راه صحتها سالات، وراه غادا نبقى حتى رجليها والقبر، وأنا خويا الصحة اللي عندي نكسبها نضيعها عليها. خليها تخنز تماك تبقى، تا أنا ترشق لي وديك الساعة نعاونها. والله إلا حشومة عليك، أنا راه حشمت، أنا شو كنت أمي دخل أنا نعاونها. مسكين والله تنعاونها. نسيب مسكين داك نسيب المرضي. صافي أختي صافي، سمحي لي على هذا الهضرة، وأنا غنمشي نجيب ضامون أخر وعندك تقربي ليه. و تجيب شي حاجه وديك الساعه نفرجك. ولا امك عطاك الغمه لا انت لا هي. سقل تسقل وليده ناري الحنانه صباح النور. شك ما جاوبتينيش؟ انا ولدي شنجاوبك شنقولك؟ هانيه الحمد لله شي مزيان اللهم لك الحمد. بلاصتك يا بلاصتك اللي بغاها لي الله. العالم كيدور و تي دايره ليا تقاله وبارك هنايا. بغاني الله. ايوا داكشي اللي كاين. داكشي مع الله اللي عطا لي الله مرحبا بها. اش كنتي ديري في الصغر تي الواليده دخلتي ليا الشك فيك ها؟ ايوا المؤمن كيصيب والله اودي. ايوا داكشي اللي كاين واش هانيا مزيان؟ الحمد لله اللهم لك الحمد. كاين شي ولا والو؟ هو هادشي اللي كاين اولدي راه انت كتشوف. يا اودي اش من شي؟ كاين شي ماني ولا والو؟ منين وليدي غنجيب لك انا الماني؟ منين غنجيب لك؟ وريني فيك ديك التبحاليز ديالك، تي كاع الجليج مقلعهم خاشيه تحت منه. ايوا نوضه وليدي، الجليجه اللي بانت لك مقلعه هز من تحت منها اللي عجبك. يا بس عمق عليا بداك الاسطوانه ديالك ديال ضالاموني وداك الحزن، وخاصك الموسيقى والسيمفونيه. تا كاين شي طالعتي تما. بعض المرات كنشك في راسي كنقول محاش واش ولدي. بحال اكس، تي علاش والداني اصلا هما دايرين ليا حتى شي لعبه؟ او
والو حقوق الوالدين ما شفنا منكم والو. انا والد قتلتي صفتي لينا الروضه هو اللي كان شويه مكالس الصحراء لقيتي النتيجه. انا يا سيدي ربي باش كبرتي توليتي قد هكا؟ باش كبرت كبرتي ابو الجقره باش كبرت باش مني علينا دابا الوالده ولا شناهو؟ الله يخلصك اوليدي ودابا راه بركة عليهم ها كاين والو زعما والو ولدي اكيدا وانت كتشوف شناهو حنا دابا حنا هاد الصباح ما نتكيفو ما نحلوش عينينا بقاو ناعسين. انت خدمتي حتى وجبتي لي انا داويتيني وانت خدمو حتى اللي بديبلومات وما عرفت شناهو نخدم انايا اللي حوفات اش كتخربقي عليا من ما جات لا بديبلوم ولا بتا حاجه الا بغيتي تخدم الصباح هذا صافي صوات صافي 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 هان هان صافي هان صفات لي معاك هان. ويلي 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 تيش دخلت كدير ليا هاد المنش طراجين اش دخلت كديري في الصالون اش دخلت شوفي الرويد كي موسخ غتوسخي ليا الزربي واش انت مريضه؟ لا ما فيها والو بنتي راه نقيه راه جميع محمد هنايا نقرا شويه القران شي داك النسيب عندك ما كاينش اللي غيخرج عليا معاه غدك انت غتبقاي تعمري فيه تعمري فيه تعمري فيه وتمسكني ليه عطى راجلي تيسع ديك الشارف العقروسه. والله بنيتي ما كنعمرو واش انا غنعمرو على بنتي كبدتي حشومه هادشي اللي كديري كبدتك انت درتي الخرته في با بقيتي تلوكي فين ستي قباحه اللي دوزتي عليه دوي بقيتي صافتي للقبر ودابا بمثلك انا واقيلا باغا تطلقيني وتصفطيني انا للزنقه. يعني الشيطان بنتي شيطان شيطان هو بنادم وشوف نقول لك اخر مره باقي لقات لنا هاد الكروسه هنا في الصالون. عليك بنيتي حشومه راني ميمتك دابا تولديهم دابا تولديهم وتعرفي بحقهم. طلعتي ليا في راسي شي الا كان غنتيا طلعتي ليا في راسي بتماتك بوسخك بخنزك ما بقاش كنحمل فيك هنا الشعره ما كرهتكش انا كنا متي ولقيتيني اختي بالتيسع واش واحد صيفطي راه وانا باغا تصيفطني تبعيني وراه يا ربي اختي اسمع منك يا ربي كون هداني الله وهناني منكم. تمسكني تمسكني ومني جا عاوتاني السي محمد قلت لك بكي عليه مرتك دارت لي مرتك فعلت لي راه غتصوري عاد يحس بيا بلا ما نبكي عليه مسكين مسكين وحساس الناس وعارف بحق الامومه وعارف بحق الوالدين راه حيت ما كيعرفكش اش كتسواي ما كيعرفش اش دوزتي على الوالدين. انا جيت نعاود ليه راه حتى ديك السنه ما يقولهاش لك وخرج عليا من هنا واخر مره باقا تجي والله الا قالت لك الصالون داخله ليا بكاروسه المرسيدس عندها. ناري نوكا جات اهلا اهلا سي خالد. واش يا مروان هاني خويا دريه فين معنا شي مزيان معنا انت واحد زيدي زيدي زيد الخوه دريه الحاجه انا شكار ما كتقدموش فيها سبحان الله العظيم. الخوه دريه كلشي مزيان اختي ماشي الخوه دريه صافي تعرف اخوك كيفاش داير يلاه غتعرفيني هانيه الحمد لله انا ما شفتش كمارتك امنا على هاد المعيور العقيصه اش كدير راه هي مليوحه تما طلعت ليا في راسي زيدني عليك بغيت تموت ما غديرش شي لعبه علاش كدور وانت تما يا الخوه لا بلا ما تطلع وتهبط فلوس كيهزو من مسيو كنهزو مشعله ولا خوك باين شي محفحف وحق الرب شنو الدار غندخل الدو تجرطمو فيا ولا ما تقوليش بحال كنت عارف اخوك من بلي الله يعفو عليه وكدا يلا نمشي جمع فمك جمع فمك دور ولدك الجاي جمع وي الخوه دري 20 درهم دايره حقير بحالكم عليكم هو الخوه دري 20 درهم ما بقاش شربت قهيو هي اللي عندي شي حاجه اخرى ما كاينش غادي خلي لي شي عايده في الماري والله يسهل عليك والله تاخو علاش معانا والله تي داير مع الدراري اليوم غادي ناشطين عند دياب وحق الرب انت دابا وجهك وجه عند دياب خوك تدخلنا عليك بالله الزنقه اللورانيه بزاف عليك صافي الخوه دري راه والله حيت عزيز عليا كان شي واحد اخر قسمت فمي بالله تندي لي داكشي صحه سخفتيني حيو قدامي سيري سيري ما تنسينيش شي تما انت وحشك بزاف الحاجه والله العظيم نرضي عليك وليدي هذا واجب شحال عندنا منك راه عندنا وحيد الله يخليك لينا انت عمرتها في الدار هذه سبحان الله العظيم اللي مع الخير اللي ما عطاش ليا في ولادي عطاه ليا في نسابي شوف هاد الدنيا كي دايره وراه هذا لا ما عندك ما ديري ولادك هادوك من كرشك ما غاديش تلوحيهم من الزنقه داكشي اللي كاين وليدي المهم واحد البركه هاي هادي لا ما تعذب راسك وليدي شدي هادي ديالك خزنيها واش تشري بها شي حاجه ها هو ما عندك ما تحتاجي حتى شي واحد وما تقولي حتى شي واحد عطاك شي ريال انا عندك تعتبرني في المثابه ديال ولدك الله يكثر خيرك وليدي والله يعطيك من اش تعطي يا ربي امين الحمد لله غير ملي كيقدرنا نعاونوك والله العظيم وليده سلام بنيتي لاباس عليك لاباس بوسي ماما من بعد
ما بقيتيش معطل؟ الصراحة والله لا مكتبتيش. لا سيدي تشرب كويزيناتي. غتعمري عليه انت يا ماما. كون كتب صحتي بنيتي نوض نعمرو تي دابا. صافي من الزحافة بركي وسكتي. يلا مروان يلا. يلا الخدمة راه ما غاتسناش. انا مشيت. الله يسهل عليك وليدي. الله يسهل عليك وليدي. غاتشوفوا الفلوس توليو تدعيو. توليو عارفين بينكم وبين الله. علاش بنيتي؟ انا كندعي معاه ديما بلا فلوس بلا حتى حاجه. لا كدعي معاه حاولك تدعي مع ولدك ياك ولدك ساخط عليه حيت ما كيعطيكش البينكا لا حيت كيبان لكم فراجلي الفلوس. انا وليدي ما ساخطاش عليه راه ربي اللي كيشوف. انا ولدي راه هو داك العذاب اللي كيعذبني ربي كيشوف علاش غضبان عليا. اما انا ما ساخطاش عليه. نعم بنتي باش نسولك ماما ما كديري حتى حاجه في الحياه ما تجي بحال مواد توقفي برجلك وتوكي مع بناتك ما هو اب كل مشيت غير الروضة كالك الدود بعدا استفد منك وراه تغدى وتعشى بصحته وراحته. والله يخلصك بنيتي الله يخلصك على هذا الشيء اللي كتقولي. دير خلاص ديري كون مشيت غير الروضة. يا ريت يا ريت كون مشيت لهاد الروضة وما نسمعش هاد الهضره القاصحه ديالكم. المهمتي كون هنيتيني وهنيتي راسك. فاطمة الزهراء ما عرفتش اش من درد تبعك كسيده ربي تخرجوا لي ولادي بحال هكا. الا جاتني توشش عليا وتبان عليا كنعرف على الحق. اه ما سمعتيش العديان؟ سمعتهم جاو ندخل. ايوا خاصها تشوفني لابسه ومقاده نفقصها. هاي بقاو لك كوف هذيك المراه. اين مراه وثاني امك منهم ليها انت مالك اللي نعاودوه نزيدوه ونبقاو نعاودو نفس الكاسيطه. سمعي فاطمه الزهراء اش نقول لك انا ديما غنبقى نعاود لك نفس الكاسيطه ان شاء الله فهمك. زيد اشنو واحد النهار تندموا. علاش غندموا؟ والله اشنو دارت فينا حنا هي شي خير باش غندموا؟ ما دارت فينا والو حنا اللي هازينها ونضلوا نوكلوا فيها ونشربوا فيها ونطيحوا في صحتنا عليها. شوفي ان شاء الله يفهموك. والله ما كاينش اللي واحلى معاه هنا في هاد الدنيا كلها قدك انت. واش امي ولا امك؟ اخويا هز غير همي انا اللي مراتك وسي راسك عليا. مره تفكرني بشي كادو مره خرجني كي الناس وانت امك 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 امك. فاطمة الزهراء نعم حبيبتي خسيتي؟ سلام خسيتي؟ صباح لاباس عليك أمورك مزيان؟ نجي بوسي أختك توحشتك يا أختي توحشتك كبيرة بابا؟ لاباس؟ بركة تبارك الله يا أختي الزين أختي والأناقة ما شاء الله بيجامتي جات معاك بيجامتك؟ لا لا ماشي هذه اللي عطيتيني من المسطيل هذيك اللي عطيتيني غير صدقتها تنزرنا لي الشيطان لا الشيطان هو بنادم كنعرفها خلينا من هادشي كامل. انت بخير كيدير سي مروان راجلك لاباس عليه؟ صراحه كلشي مزيان الحمد لله كلشي بخير مع راجلي عائلتي راجلك عارفه داكشي اللي بغينا حبيبتي داكشي الحاجه الوحيده اللي ضراني هي ماما. ويلي سكتي البارح مسكينه توجعت بقيت سهرانه الليل كل وحدها لان على سيدك محمد ما حيدناش من حداها مسكينه. عارفك حبيبتي كديري جهدك. ايوا واش غندير والكراسة انا هزها بالدواء بليكوش. اه وحبيب شي شويه عليك وشويه عليك كما كان الحال رمنا هذاك الشيء اللي كاين. انا دايره جهه وتخرج جهه خليها على الله شي قاعد دولي كتجيبوا لها نتوما فكم وهو الدولي كيجيب لها وكيخسر فيه فلوسه تكون مخخره اختي. لا فاطمه الزهراء انا كنقول لكم كل ما هو مادي حنا غادي نتكلفوا به بانها ساكنه معكم راه غتهزيها انت هي واختي انا هزيتها اختي راه الصحه بدات كتعيا عارفه حبيبتي اللي كاين عارفه ولا بقينا كندوجوا غنوجدوا هادشي ودي نديروا كاسكروت ونكملوا سبقينا. مرحبا حبيبتي الدار دارك دار دارك دور عليك الجناب ان شاء الله. هاني في ماما هاد الله مال الفلوس لا ما عندك فلوس سيري تموتي كنتهلا فيها مصيبه في العالم هادشي اليوم كيسمعتي مبروك الله يرضى عليك اوليدي. شوفي اوليدي عارفك باغا تضربي شي تسركيله شوف واحد الدري صاحبي اللي بغى يعطيني واحد طويني بيلا نزلك حدايا مشي لوين الغويبه وشولك شويه تسردي. اي بليتي لا خليني بغيتي فاطمة الزهراء اليوم تاكلني. شوفي عادي ما ديش عليها. شوفي انا مو ولدك انا هو بنتك كلشي راه هضرت مع واحد السيده راه غتجي وتعومك هنا في الدار وتهلا فيك راه هضرت معها راه غتجي في العشيه حسن هو فاطمة الزهراء غادي يخرج يقضي واحد الغار الله يسهل عليك وهي غتبقى معاك بما جيت. الله يسهل عليك اوليدي صافي ونطلق واحد الطليبه ونطلبيت اش بغيت تجيب لي الدواء. اش من دواء داك حمر الدواء ديالي ديال الطونسي ولا تقاد عليا صافي فهمت خلاص قلبت البارح بانت لي بقات فيها فنيده وحده اش غدير مروان وغلا عطيتها من خالد غيديها خليني ولا خليني والله يتكين والله تكين الحمد لله صافي صافي شي اللي خاصك صافي عاد الدواء شي حاجه اخرى لا وليدي خاصني
عرضاتي الله يرضي عليك وليدي كيما رضاو عليك والديك. الله يحفظك ليا الله يرحم المساكين. يشوفهم خالد الله ما يخليهم لي. وخبيهم عليه. نخبيهم عليه. تحتاجي يمتي نجيب لك شي كويز ديال الماء. لا وليدي والله ما قاد على حاجه. خليك هنا ما بغيتش تمشي حتى بلاصه. خليني انا مقابله التلفاز نتفرج شويه. سير وليدي الله يسهل عليك. سير الله يحفظك. الله ينقي طريقك من الشوك بعد عليك شهر الخاطر. امين وليدي امين. سبحان الله العظيم. شو هاد الولد كي مرضي وكي مهدي كي دير معايا مسكين الله يسهل عليه. شي اللي بقالك؟ صافي كملتيها داكشي اللي بقالك الميكا. واش الحنانة؟ هاي الحنانة هانية الحمد لله. واش كاين شي ولا نمشي؟ سير وليدي عمشي. ايوا باش نمشي. منين جاني وليدي باش تمشي؟ شوفي شمي بلا ما نوريك المرقد. ما عندي حتى حاجة وليدي. اودي راه عارف المرقد. شنو المرقد تاع الدور الدور تجي عندي يا وليدي خالد؟ انا منين جاني انا خدامة انا عقاسة. بلاش ما كاين والو. كاين والو وليدي هانت 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 وليدي ما كاين حتى حاجه. تسوسي تسوسي الخمله. ما كاين والو ما كاين والو وليدي. الله يرحم لك الوالدين ما ديري والو. وانت حتى الله يرحم الوالدين لما تعطيني ابتسامه راه ما عندي حتى حاجه. ما عندي والو خالي ما عندي والو وما عندي والو. خليني على قلبك وخليني على قلبك نشري الدواء. تراهي صافي سيري بحالك صافي بحالك او تلاف و 400 ريال والله تاني يوم بالبلا والله فك العق الله ياخذ فك العق. خالتي داليا خالد وليدي. لا لا هاني هاني خالد في الحق وليدي. نوض بشوارك نوض بشوارك نوض بشوارك مالك وليدي. خويا الفليسات اللي عطاني مروان مسكين. شوف يعوضك يعوضك الله يعوضك الله. وطيحني ولا عني وليدي. شوف هاد الغدار هاد ولد الحرام هذا. خالتي اما هاد ما تكحي ما والو. شوف صافي وليدي ديوني لشي دار العزاز ولا ديوني الخيريه. لا وليدي ما بقاش هنايا. اسمعني اسمعني سمعني ياك انا ولدك ياك انا عزيزي. وانت وليدي شوف ولدي ولد كرشي اش داير فيا معدي عليا. هاني هاني ما عندوش العقل اخالتي ما عندوش العقل. شوف انا غنهضر معاه. شنو راه يقصدني وليدي خايف والوان شنو راه يقصدني؟ شوف وليدي محمد راه يتلفني هذا الموضوع. هاني هاني انا انا مروان انا محمد ماشي شحال وانا طايحه انا وليدي شويه ما مت. شوفي خالتي هاني هاني باش نجيب لك شي كويز ديال الماء. بيكون اديتيني عندك وهنيتيني يا سيدي ربي. يا ربي كون اديتيني وهنيتيني من هاد الولاد اللي عطيتيني يا ربي. بسم الله بسم الله وليدي. بسم الله. شوفي خالتي وليدي محمد لك تعزيز عليك اديني شي دار العجازة والله وليدي ما بغيتش نبقى معاهم هنايا. انا غنهزكم دخلك لبيتك اخويا. غنهزكم دخلك لبيتك. شوفي هادشي دايز الحمد لله الحمد لله الحمد لله. صحتي خانتني يا وليدي صحتي خانتني وركبي يا خانتني حتى ولا ولادي جرجروني. صافي خالتي الله يحفظك. دابا واش غتسمع ليا ولا ما غتسمعش ليا؟ انا مقبيله شربت شي قهوه كنقول لك تصنت ليا تنكمل هضرتي. انا كنسمعك خويا محمد اصاحبي راه كتبقى داوي بزاف اصاحبي. لخص لخص دابا الدوخه اللي كدير وهاد الروينه اللي كدير في الدار. دابا انا ماغاديش نهضر معاك في الدار على قبل الوالده ديالك وعارف حتى امك مريضه اختك حتى هي شويه عصبيه وفيها داك المشاكل ديما انت وياها معصبين. امك مسكينه صاحبي راه مريضه راه كروسه صاحبي وانت راك عارف مسكينه راه اللي ما دارش اللي ما درناش شي حاجه راه ما غدير والو هي الراس. واش بغيتيني ندير ليها ندير لها حمال ونزابقا ندور بها؟ وانت انا السي محمد خاصني نجري على راسي يلاه نجيب ما نتكيف تعرفني انا من بلاد السي محمد وفهمني عشيري تشارات تدوزتي العيبات وكذا راه ود الوقت. ها انا راه ود الوقت انا فاهم ولكن راك عارف دابا ريت انا في القهوه باش تفهمني. خالي راه بزز باش جبتك معايا هنا انا صاحبي راه عييت انا صاحبي. انا راه ماشي امي انا ولكن راه نديرها بحال امي والله حتى نديرها بحال امي. شو اختك اش كدير لامك اصاحبي؟
راه منكم هذيك اصاحبي نهار تموت تشوفها تشوفوا حياة اخرى صاحبي. اشوفني انا اللي تي ماسك انا اللي ما عندي لا مي لا والو. ورا انا بحالي بحالك انا باش فايتك اصاحبي انا راه يا مو صاحبي باركه بحال الامانه راهي اطعرها شي 4000 وخوده. انا مدبر لك اخويا خالد شي 4000 ريال وخوده نسمح لك فيها مزيان. اسمعني اسمعني امك غفرت تقول شي حاجه جي عندي انا مو مسكين راه كاين اللي يعطيها صاحبي والله ما كاين اللي يعطيها مسكين اش وريني انا وردها شنو الوليد راكد على التاكا صاحبي اش كتعرف انت يا صاحبي واش تعرف بحالي دارنا صافي اس محمد صافي عطيتيني 4000 دوك قطع القليل لا ما نطلق عليك ما والو صافي خويا امك اخويا حاول تبعد منها شويه حاول اشد معها السون تضحك معاها وهبهب عليها صافي انجا ناخذ ديك العيبه ديال الكلون وغنجي غنبدا نضحكها ونشطح ليها مزيان. شوف راه كنقول لك اخالي انا نهار تموت امك صاحبي غنشوف حياه اخرى عز محمد خويا الله يعفو عليك انا غنمشي نغير غنمشي ناخذ شي لعيبه فاش قرايه غنمشي نخلق صاحبي دير ديرون في يا اخي يا كاش يا صاحبي بنيتي بابا مزار ويا بنيتي فبال ليا ديال الاخرى ليا معاكم بعد التبوحة اش كديري لي هيك ما كتحبين انا نسيبك اللي خرى ليا كرهناش يا ربي بنيتي غتحتاجوني واحد الوقيته كيما كان الحال راني ام ام سكتي السيلس معك شي واحد وضحك عليك سكتي علاش بنيتي ام واختي داك الشيء اللي دوزتي على بانا مسكين كون كانت فيك المحنه كون راه كتهلاشي في بانا كون مسكين باقي كنشوفو فيه دابا انت صافتيه بكري الروضه واش انا اللي صيفطتو بنيتي رباكم اللي كان مكرفس عليا بنيتي حنا ما كناش كنشوفو بعينينا لا اش عندكم ما تشوفو بنيتي شوفي فيا انا وحيدي داك التليفون علاش غنشوفك بنيتي دابا تحسي بالام وتعرفي بحقها ملي غنخطاك الا كان الامهات على بحالك يخمنهم ياك بنيتي ياك اشبعي مني راه مابقى قد ما فات لا شبعت وعييت وعفت عازيدي توكلي على الله ناقص واحد ناقص مشكل راكي عا كتاكل لينا الزرع حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل والله ما كذبش فيك جيتني جلس على ساعه بغيت انك تعجبني الاضاءه نتصور ردتي لي هذا هنا موت الا بغيتي تموت تموت وديك الساعه عيط علينا لا حول ولا قوه الا بالله دابا تبقى بلاصتي وتندموا عليا بنيتي دابا تقولي كون عا بقيتي عام جبدو نشوفو فيك يا ويلي شنو واقع من اختي ماما كتموت كتموت اختي ما نصبع ولا نقلب فيها اختي تعيط لمحمد عيط لمروان خلعني والله حتى خلعني ماما ما قدرتش على الفراقه مع انا غادي باتي حرام عليكم نتوما اللي ما مهلينش فيها انا كنعطيكم اللي كان باش تهلاو ليا في ماما وما يخصها حتى حاجه انا تقول لي اشرب ما انت هذيك راهي اللي بقات من ريحه الوالد وما تهلاش فيها الله يعطيني العمه حطها في عيني يا اختي فاطمه الزهره راه ما نبغيش ماما تنقصها حاجه وحده العمه يا اختي كنحيدها من لحمي ونعطيها هي اللولى ما كنخلي ما كندير عليها يا اختي ما نصبرش انا مولات راه كاين شي حاجه ما نصبرش اختي ما عرفتي علاش ما كنتيقكمش كيجيوني انا نتوما اللي باغيين المضره لماما وانتوما اللي ضريتوها ليا وقتو لي قتلها عمرها علاش درنا لي ما نروش كتضحك عليا تهلاو فيها ديروا لها داكشي اللي بغات انا اللي قلتوها ليا كنجيبها الفلوس اللي بغيتوها كنعطيها ليكم وما تهلاوش لي في ماما انا اختي كنظن قبلها بالليل وبالنهار تاخويا اختي سبحان الله ولا كيقول لي انت عندك عمك في هاد الدنيا نسيتيني واش غندير لك شرب انا كنت برات ترى الماما شي حاجه نتوما هما سبابها ولا اختي ما كديروا الدور ديالكم اجي قلتي قابل ليها اختي ملي القضيه فيها لا امي ما جات ما نعقلش عليك اختي قلتي قابل ليها انا قال لها فلوس انا اللي قلتوها كنحطها حيت مخدامه نمشي نشوف ماماتي انا ميمتي ما انا ميمتي ما قد على فراقه الله يا اختي الله شويه اختي ميمتي عيانه برا كامل بكات انت صافره مشات الشويرفه امالك خلعانه بغيتي تموتي الروضه راه كتسناك بلاصتك موجوده ما كل نهار قاطعه فينا مالك ناري سمحتو لا بنيتي قول وعد الله واش طراجين دخلنا لك بالله حنا نبقاو نقابلوك الو امك مريضه الو امك خاصه ليكوش الو امك باغا فلوس ايوا بزاف صافي اللي زار يخف ما بقى قد ما فحاتو بنتي حتى انا حسيت بساعتي قربات
راه طولات ماشي قربات. كان علاجي شحال هادي هو وقت ما جا بنتي انا مسالده لها اللي كنوصي شريها بالفلوس و حتى الله يفخوتك وردي البال خوك خالد راه ما عندوش العقل. ماماتي كوني هاني من هاد الناحيه خاص غير انت ديري اهديب وتزيدي مع الطريق ونديرو لك العشاء نكملو ديك 3 ايام ديك عاوتاني النفاق مع عباد الله غنكملو ان شاء الله وغندوزو للوجهه الاخرى وغنبالي بهم. غنتي دابا لي ضراني دابا انت هي الشوكه غير غتحيدي كلشي غتيسر باذن الله. ما بقى ديك النفاس هذيك الشوكه غتحيد بنيتي وشوفوا شكون غادي يبقى في بلاصتي. يا ويلي بلاصك اش غندير فيها؟ دير فيها الشجر ديال البعويد والشجر ديال التفاح احيدي ريحتك راه عطعطات. ان شاء الله بنتي الله يسعدك الله يسمح لكم الله يسمح لي والله يسمح لك تي لي طولتي. اما انا ربي مسامح ليا وربي بغاني نعيش وعطاني عطاني ولكن نتوما اللي باغي الفلوس اللي ينجر ليا في راجلي اللي وحده شاده ليا سداري. اش هذا الوقت اش هذا الزمان تولاو الولاد باغين يتهناو من والديهم اش هاد الزمان سيدا ربي حيت الوالدين ماشي والدين كالناس. شوف عدوسي تبارك الله من عائله راقيه وغلبسه على لبسات الجلابات شهيك وتبرك بالاداب وتحمرت الوجه شي وحده مشقه وعروبيه وعاطيه نعاس وزاتها معوقه ومالك. ايوا داكشي اللي بغى لي الله داكشي يكون كانوا بناتي انا بنات القلب وديال قلبي كنت انا داوني عند الطبيب ودوزوا لي ولكن رجع في الله غندوزولك في المقبره ان شاء الله. الروضه اللي كتسناك حتى انا كنتسناها بفارغ الصبر حتى انا كنتسنى هي اللي تقبل عليك. اوف الله ياخذ فيكم الحق كيعذبتوني في هذه الحياه الله ياخذ فيكم الحق. وبنادم ولا منافق ولا منافق باص منال عدو لا الشيطان راجي دخلنا عليك بالله جمعي سطولتك وجمعي باقتك الحمام راه غيسد غندوزو اخر تصيقه. امالكم كاع نهضتوا تعمروا في الشوارج مالكم؟ ما كمان انا راكش باغا غير نجي نسولك اش الشوربي باغا نكبر بك زعما وي مينو لك راه ودنيك هذه اللي منيه طوالتها بتبرقيك وبتصنط الهضره سيري قضي لك حاجه. منال نعلي الشيطان اش هذه الهضره اش غنصنط عليك انت وماما فا كنصنط عليكم؟ الشيطان هو البشر الشيطان ما تفكرتيش ملي كنتي طالقه ودنيك وتجمعي ما تقولي. راه قلت لك كنت باغا نكبر بك زعما نجي نسولك اش باغا تشربي صعب الناقص اللي كتشربوه. بنادم كي داير حيت حيت نفاق اكبر منافقه هي انتي تعلمت منكم القنص الغدار. الو خويا سي محمد هذا بخير؟ كيدير خويا بخير الحمد لله الله يحفظك بارك الله فيك. اسمح لي سي مروان عيط لك في هذا الوقت. لا لا ماشي مشكل مرحبا اش غنقول لك راك عارف الحاجه شويه عيانه ياك لاباس مالها مسكينه. ما علينا خويا شوف بغيت نشوفك ضروري بغيتك على شي هضره. صافي انا خويا نبدل عليا راه كاين شويه البرد ونهبط اخويا نتسناك تما. ماشي مشكل مرحبا يلا الله يعاونك خويا مرحبا. يا ربي سخر يا ربي دري هو يشد ولد الناس انا غنمشي نقول لي ديك الامانه لا بغا يسلف عليا وراه هو مسكين ما يسلفنيش راه يعيط عليا هكا الله يسخرنا ونبدل عليا. سي محمد خويا مروان كيداير بخير؟ مزيان الله مزيان الله يكبر بك. سمح لي والله سمح لي وانت لا سمح انا صاحبتك واقيلا غتجي هنا للقهوه بكري. لا لا تلاقيت مع واحد السيد تلاقيت مع واحد الغراض داكشي علاش عطلت عليك. كاين شي من قضيه دابا انا مروان خويا انا عيط لك وانا عارفك انت هو مول العقل فهمتيني. انا منال فاطمه الزهراء على خالد هذيك المراه خويا راه مسكينه راه في حاله لا يرثى لها فهمتيني. والله الا كتبقى فيها اقسم بالله لا والله انا شوف واخا ماشي امي راه مديره بحال امي وهازه في عينيه راك عارف انا كنشوف كيفاش كتعامل معاها. شوف انا هادشي كامل عارف وحاس بيك وربي اللي غادي يجازيك حيت واقف مع مراتك. دابا شنو نطلب منها السمح؟ دابا خويا راه اش غنقول لك انا ما انا حشمان منك ما قديتش نقول لولادها فهمتيني. راك عارف انا خويا الصادر باقي ما داش فهمتيني ومسكين راه ما عنده ليكوش محمد شوف ما عنده والو انا عارف كلشي وراك عارف انا عارف انت راه ميسور على القضيه والحمد لله وسمح لي. لا ماشي مشكل قدك؟ لا الحمد لله الحمد لله والله الا الحمد لله. لا صافي الله يرضي عليك هذه ديالك. لا لا الله يحفظك الله يرحم لك الوالدين. بيناتناش اصاحبي اخوك باقي الصالير ما داش لي وراك عارف. شوف هذيك نقول لمرتك الله يرحم لك الوالدين
راه اخويا راه تجي تشوف امها مره تطبطب عليها، راه كتجي ديك الشوفات اللي كتجي تشوف كتجي تشوفها وتمشي، راه ما شوفها مول. انا نقول لك واحد المره مسكين راه باقا خاصها بزاف ديال الحوايج. شتي المره عندي راه عيش معاها، سير شوف امك راه الدنيا قصيره، غيجي واحد النهار كاين المامات، ولكن مع من دوي كنشوف حتى انا كندخل سوق راسي. انا راه ما قاد على مشاكل، لا قدرتش بداكشي اللي نعاونو كنعاونو، ما قدرتش كنتكمش ورجع للور، باغي نعيش على جنب الحيط اخويا. انا عارف اخويا ديك الدار حاطيني ومساكنين فيها وساكن فيها انا، وراك عارف انا يتيم انا، انا راك حاسب الوالدين حتى انا مشيت عليا الوالده وانا صغير. محمد اخويا حتاج شي اي حاجه صوني ليا تقريد عليك الا ما قلتيش ليا. اسمح لينا اخويا مروان، وهادشي بيناتنا الله يرحمك الوالدين، ندوز ليا السالير ورد لك فلوسك اخويا. واه الشريف وهادشي انا عطيتو لك من القلب خالص، ما طرد ليا ما رد لك، سير الله يسهل عليك. الله يرحمك الوالدين، حتى شي حاجه صوني لنا من عندك. الله يحفظك واخا. الله يحفظك ياك، ما خاصك شي حاجه اخرى. لا الله يحفظك، شرب معنا شي قيبوسي. والله ما عندي الوقت، اقسم بالله ما عندي الوقت. انا شان انا نمشي ناخذ لها ليكوش وناخذ لها مسكينه. سير ربي الغادي يجازيك، الله يسهل عليك. يا الله يحفظك خويا خالد، تلفتيني تاع مروان يا ربي تصوني. اخو خالد علاش اخو السي محمد هاد الحوايج؟ الحمد لله على كل حال، فهمتيني؟ الحمد لله. الحاج راه عارف انت عيان، والله يجيب ليها الشيف. وانت صاحبي وامك وسيمانه هادي ما طلعتي عليها من الشارع؟ وساعات ولا راه كنكون مغير وكنطلع، انت عارف السي محمد انايا كنجي سهران مع الليل. نيلي لا اله الا الله محمد رسول الله. ندخلو نشوفوها، حيت المهم ندير معايا الطبيب. السي محمد شوف، المهم ندير معايا الطبيب باش يشوفها. وصافي شرب بلاتي ون دير لي خاطري، صراحة كنكون مغير كنمشي نربق هاي هو كدا نحل عيني يا سي محمد. دير لي خاطري برد عليك، الله يسهل عليك، دخل شوف الشيبانية الله يرحمك. عزيز عليا مش عارف اش صافي خوك الله يحفظك. واخا واخا سي محمد انا ندخل نشوف هو. دخل نبوس لي على راسها ناس مسكين واقي. وليدة سمحي لي الله يحفظك، بداش على الصواب راه كنكون مغير وصافي فهميني، راه كنكون طالع لي الدم وحق الرب، وانا ما كنعرف ما كنشعرش الوالده وحق الله العلي العظيم. انت كتقلب فيها صاحبيه بلاشا مكماسي شخالي، انت اش كتقول حاجه؟ ماشي شخالي وي الوالده حاجه. الوالده خالتي اش لينا الوالده خالتي والوالده ناري الوالده مات السي محمد. شوف ترى الوالده مات حتى الصحت داشي وامي تشري الوليدة فيه والوليدة والله حفظك أمي. نوضي نوضي صافي الوليدة الوليدة أمي والوليدة نوضي نوضي الله حفظك أكتاك معاك. أقول لك أمانة أختي كانت معمر علي الدار، بقات بلاصتها والله. الله يرحمها ويوسع عليها يا ربي. أمين يا ربي. أمانة والله كنا بقات أمي أنت مريضة نقلبها هكا وهكا غتبقى يا اختي غتبقى دعي معاها بالرحمه ما تبقايش تحرقي فيها. رحمك امي انت كنتي معمره عليا شولتينا اختي راه ما صابرهاش. اش ديك الشوهه درتي في العشاء؟ ها صاحبي اخبارك ما جابوهاش ليا؟ شنو شوهه منال؟ راه عاودوا ليا واخا كنت كنتسخر. واختي راه العزايه ديك اللي جات راه ما جايش تعز جايه تشفى. واختي ما تسمعها كتريم مالهاش خالي تي درتي لهم حقا طحت تراها بالعالي باش يفرجك واش قله. صافي اش قاينا عليه الله يجعل البركه. ودي ودي على البراءة. اجي اجي الباترون اجي واحد دقيقة. واش اخويا؟ واش اخويا دريا هانية لاباس؟ كيبقايتو شوية؟ الحمد لله الله يحفظك ليا اختي. بغيت نقول لك واحد جوج كلمات. مرحبا انا كنت انا ما كنبغيش نطول. شعيب غنتسخر ليك. غتسخر ليا واحد سخرة نقية. مرحبا تمشي لماريو لبلاصتك بالضبط. اها تجمع لي القشه ديالك وقالي برا برا هذه اخر مره. ما فهمتكش امانه كيفاش؟ واجمع شطيطك واش نقولها لك بشي لغه اخرى؟ جمع شطيطك والباب الحباب اللي كانت جامعه النار دفناها. خو دريه وليده يلا مات صافي بغيتي تحيري الزنقه. ما تلبسنيش بالمقلوب اتصحبني يعطاني ربي راجل عدو الفلوس راني انا مشرمله بحالي بحالكم. انا بغيت نقلب السيفه غنقلبها. ورا خوك انا يدوزيني بالك كنت كندير على وجه هذيك العقيصه اللي دفنتها راه ماتت ما بقى عندي اخويا على ما ندير وجه. يلا الباب الحباب وخولي داري حتى انا بغيت نشوفها خاويه. انا اخوك انا راه تحين الزنقه باقي يلا الوالده دفنها فهميني. خالد دبر على راسك صافي كتافك راه وقل اكبر من كتافي. يلا ياك اختي هذه الرجوله وكذا دير على شي وحده دابا
تبيتك يوم يومين، اما انا ما تقديش معايا نسي خوك شاكوشك والباب آني والله تاني مبقاش فيه الحال انتوما حنيتو حتى ما دا تحنوا فيا يلا جيتي انا نضرب صدرك الدنيا خاوي غدا آني انا نجمع الحوايج وغنمشيو ليا الله اسيرو يلا ما كنتي مبقيتي مرتاحه تطلق الموشي الموالي خلينا خلينا راه جايبه لك خبار باقا سخونه جينا رينا واقيلا جات نوبة ناس محمد فاش من الموت منال وقلبت السيفه وخرجت نيابها هات واش دارت لخالد قالت لي اللي كانت جا معانا ماتت الله يرحمها جمع ليا قجاقلك والباب هذه غدوز لينا حتى حنا انا فين غنمشيو فين غنعطيو الراس انا والله الا كنت عارف هذه الخطا هذه تعرف لا ماتت الحاجه احنا عارفين احنا جايين حوازين عليها عرفنا دارها ولا دار راجلها فين غنمشيو واش نقول لك ونمشي نكريت انا وخويا راه خاصك ترجل عاتلي لا حكينا حوايجنا في الزنقه فين غنمشيو حنا ولفنا ديما ساكنين فابور هاينا اللي نقدروا على الكرام تمو كانت هزاز صراحه كنت مكالي على الحيوط صراحه انا اللي درت كالي عليكم الصال كنت نضر ونقول لها عموتي عموتي ها اللي برقد زلافش اخرى ناط ليا انا نسيت انا الاخرى اللي وقيله دار هادشي كله على قبلها وقدر ما تسريش عليك تقدر هي بغات ترجل خالد ياك راه يبقى يدير البليه حيت كيتشكاو من الجيران تراك عارفه خاطرها ما دوزنيش ياك لا واخا هكاك مروان درويش شي مروان درويش صراحه والله مروان واخا كتعجبها هي هو يقول لها لا نقول لها لا ما نصيفطهمش وين دابا انت مخلوع وخويا فين غنمشيو انا عارفك حتى تبارك الله الدراع غادي نسكت ياك خليني ساكت وانا خدمت من قد حالي انا خرجنا انا خرجنا حتى مشينا كرينا انا وياك نموتو بالجوع اخر ايامي انا نولي ضحكه مع الجيران شوفي سير ريحي مع اختك راه كيدخلوا العزال راه باقي كيدخلوا امك راه مسكينه عيني باقي ما حتى مخضار دابا 3 ايام ودارت لخالد قالت لي هز عليا وكرف يلا لا لا نهضر مع مروان نهضر مع مروان نهضر مع تيا كتحتارمني سلام مرحبا اختي مرحبا سمعوا نقول لكم جوج كلمات الله يرحم لكم الوالدين ما بقى عندكم ما يدار في الدار تجمعوا لي حوايجكم والباب وسع من كشافكم اختي منال ما بقات لاختي منال لا والو ديك السيده اللي كانت كتشفع عليكم راه مشات عند الله الله يرحمها ويوسع عليها في هذا النار ديال اليوم ما نقدرش نقول شي حاجه فوق كلمه راجلي منال انا اختك زعما وانت راكي عارفه البيروغاطا ودرتي الخير حتى في امك ديري فيا انا وبلي امك تهزها في راسي نسيتي فوق راسك تهز امك هذا مزاره كذوب ديالك كاملين بانوا وتورقتي اللي عندي راني قلت لكم سي محمد كل وحده حنا قلنا الله يرحم الوالدين شوف اختي منال وخويا مروان شوف انكم عارفين شويه من الخدمه شويه ما مشي هذيك اصبر عندنا واحد السياره بما قديتش منك المنظر انا ما ندوش معايا نزح وجهي ونمشي لوماش ومنال حضرينا بشي كلمه الخير انا كيما كنحلل اختك سي محمد حتى واحد الدري اللي ضرايه في ولد الناس الله يرحم لك الوالدين الله يكبر فيك وما دارش في هذيك الشريفه اللي مات شهر خير الحمد لله وبسببك انت عندي واحد لابارتمون غنعطيك تسكن فيها سمعتيني وهذا الشيء كامل على وجهك اما كنت على هذه قلت له حال الزنقه مسكين وخالد خالد تقولوا على راسك شغل خالد كيبان لي واقيلا غادي نتراجع على لا 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 يكون خير ان شاء الله يكون صافي يا خو مروان خالد خدا الجزاء ديالو صافي يا خو وهذاك الشيء اللي دار يستاهلو انت ولاد الجيران انت شوف فين حطاهم ليا الدار درتوها ليا بحال الخربه راه مع انت راك عارف الدراري ما كاينينش سي محمد جوي يضحكوا هنا مساكن اللي عندي راني قلت لك انت ولد الناس وعمرك طلع شي معايا فشي حاجه خايبه صافي اخويا الله يخلف عليك سي مروان والله ارتاح مع راسك اخويا ان شاء الله فهاد السيمانه ان شاء الله من غدا من غدا نحيدو ان شاء الله اخويا اللي فيك ما مهنيك واه ليلي يلا ليلي التبرمص منال نوضي يلاه نمشي غدا ان شاء الله غادي نجيو وغنجيب لك الساروج نبغيكم تكونوا جامعين حوايجكم ان شاء الله من جات عليا انا تاخذوش كرام ولكن على هاد ولد الناس يسارك شر ان شاء الله يفيته وعدك لوحي سيري الله يرحمك الوالدين اخوان والدينا ووالديك سير شي صنع سبحان الله العظيم. وانت سمعيني. سمعيني تي. سمعيني لاخر مرة ولا أول مرة. سمعيني.
هادشي كامل شي كتي مهلي في امك وامك مسكينه باقه عاد صحيحتها كلنا ما سمعنا لهاد الهضره هادي. شوف والحمد لله بعد ما غنتلاحوش للزنقه وراه ما عرفتي شنو هو كاين حك نقول والله خليل حول ولا قوه الا بالله. كما كتشوفوا هنا سال الفيلم ديالنا كنتمنى من الله يكون نال الاعجاب ديالكم. حاولنا نحطوا القصه هادي عبره على الوالدي اخاكي حسنه قولي شي حاجه في حق الوالدين. وتنقول لكم اللي عندهم ميم تيتهلا فيها والله يخليها ليه والله الله الله يقدركم باش تهلاو في والديكم. تعالي امانه حنا راه ماشي خايبين الله يسمح لينا ما غير بغينا نوصلوا لواحد الميساج الرابح من الوالدين والخاسر من الوالدين. يا الله الخوش نقول لكم جوج كلمات ما كان محسن من الوالدين ان شاء الله فيهم ما احسن حاجه في الدنيا هذه. فني في شي بالنسبه للوالدين شي اللي عنده والديه الله يخليهم ليه حيت ما كيتعوضوش بمال الدنيا. وبغيت نقول لكم واحد الكلمه هادو اللي تيمثلوا الادوار والله العظيم راه اطيب خلق الله ومرضيات الوالدين كاملين. وانا اللي كنتصور راه والله ما قلبت خالتي حسنه يعني مورا الكاميرا تا والله الا راه مرضي امي مشى مرضي والدي كلشي داري مرضي والدي. نتمنى يعجبكم هذا الفيلم هذا وصلنا لكم غير واحد الميساج قبله باي باي قبله.